نهائي كاس، فهتكون تفكيره مختلف شويه، هيكون البدايه الفرقتين هيكون فيهم عندهم حذر نوعا ما في البدايه، اعتقد المباراه ممكن تكون مقفوله شويه الا طبعا لو جه هدف مبكر. هنشوف الكلام ده فين من خلال اللقاء ده امام حضراتكم كواليس الفريق، طبعا اقامه النادي الاهلي في فندق الاقامه ببرج العربي الاسكندريه، وادي الكابتن سمير عدلي طبعا في الاداره الاداريه للنادي الاهلي. كابتن سمير عدلي من الخبرات الكبيره جدا سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي، وخبره كبيره جدا في الشق الاداري. ادي حسام غالي وجلسه ما بينه وبين حسين السيد، واعتقد ده وليد مهدي مدير اداره المباريات، وبيبين دايما حسام غالي وجوده مع اللعيبه، وجوده في حوارات في داخل المعسكر بتفرق كتير جدا مع اللعيبه، وبيزيد من التركيز والترابط للدخول في اجواء اللقاء. خلينا نخش في ايضا اخبار سعد و سعد وسمير وكريم نيدفيد هينتظموا في تدريبات الاهلي بعد اللقاء اليوم. سعد سمير عنده مشكله في العضله الاماميه، وايضا كريم نيدفيد عنده اجهاد في العضله الخلفيه، والاثنين هيكونوا بعيد عن اللقاء. والدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل ان الثنائي في مرحله نهائيه من التاهيل، وهيكونوا جاهزين للانضباط في التدريبات بعد كاس مصر. الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي حصريا على قناه النادي الاهلي، مش هتلاقيها في مكان تاني. كل شيء يخص النادي الاهلي في معسكره، كل الكواليس، كل الاجواء هتلاقوها عندنا في قناه النادي الاهلي، قناه نادي القرنيه. كابتن حسام البدري بيوافق على انضمام عمرو بركات لمنتخب المحليين اللي بيستعد للقاء الاياب امام المغرب في تصفيات كاس الامم الافريقيه 2018 بكينيا، وايضا منتخب المحليين بيواصل تدريباته استعدادا للمنتخب المغربي بعد تعادل 1-1، وهيكون باحد الفنادق بمدينه السادس من اكتوبر. عندنا خبر مهم ان الاتحاد المصري لكره القدم بينفي زياده عدد الاجانب في الموسم المقبل، وان عمليه قيد اللاعبين الاجانب في الانديه في قوائم الموسم الجديد تصير وفقا للشروط التي تم تحديدها مسبقا وتم ارسالها الى الانديه. ونفى اتحاد الكره ان يكون قد تم تعديل تلك الشروط خاصه بما يخص عدد اللاعبين في الاقامه الواحده او عدد الاجانب والمحدد مسبقا بثلاث لاعبين، يبقى ثلاث لاعيبه بس اجانب هو اللي مسموح بيهم لكل الفرق في الدوري الممتاز او في الموسم الجديد سواء دوري او كاس. السوبر الاماراتي ايضا خبر اخر، هيكون السوبر الاماراتي في القاهره الموسم الثاني على التوالي. دي حاجه مهمه جدا ان مصر لتاني موسم على التوالي بتنظم بطوله كاس السوبر الاماراتي، ويبقى في تبادل ما بين مصر وما بين الامارات في تنظيم هذه البطوله. كان السوبر الماضي كان اقيم في مصر واحتضنته مصر، و بعد كده الموسم اللي 2017 2018 ان شاء الله هيكون بامر الله في مصر، ودي حاجه مهمه جدا واضافه لدوله مصر انك دلوقتي ابتديت تحتضن البطولات الكبيره. احمد اعتقد انها برضو اضافه كبيره للكره المصريه والاتحاد المصري لكره القدم انه يستضيف متعاونا مع الاتحاد الاماراتي في استضافه السوبر كما يحدث من الامارات في استضافه السوبر المصري. مهم جدا انك تستضيف مباريات حتى دوليه خارجيه، انها شيء بيزيد من الطمأنينة شوية، شيء زي ما نقول كده بالبلدي بيحرك العجلة شوية، ان المباريات واحدة واحدة تعود. المباريات اللي هي أطرافها خارجية بتكون الحدة فيها أقل شوية، بيكون فيها الحضور الجماهيري، حضور للمتعة وحضور للاستمتاع أكتر منه من أي شيء تاني. وشفنا مباراة السيزون اللي فات كانت أجواءها جميلة جدا، فأنا أعتقد إنها خطوة مهمة جدا إن شاء الله تكون بداية لأن الجماهير المصرية تتواجد إن شاء الله في المدرجات. هو الصراحة ده إنجاز يضاف لشركة بريزنتيشن اللي وافقوا على العرض المقدم طبعا من الاتحاد الإماراتي، وافقوا على العرض المقدم من شركة بريزنتيشن للعوده مره اخرى لاقامه السوبر الاماراتي على الارض المصريه. بنخش في تاريخ مواجهات بقى الاهلي والمصري على الصعيد طبعا الدوري والكاس. ادي حضراتكم لسه الكواليس اقامه الاهلي في معسكره ببرج العرب، ادي اكرم توفيق وشفنا حسين السيد ووليد سليمان. الفريقان التقيا في 134 مباراه بواقع 113 في الدوري العام، 21 بكاس مصر. النادي الاهلي كان له الانتصارات الاكبر في 75 مباراه مقابل 24 انتصار للنادي المصري. تعادل كان في 35 مباراه بين الفريقين بواقع 24 ايجابيا ان تسجل فيه اهداف، و11 سلبيا انتهى بدون اهداف. النادي الاهلي حافظ على شباكه او كلين شيت في 60 مباراه امام المصري مقابل 27 تمكن فيها النادي المصري من الحفاظ على شباكه امام النادي الاهلي. 203 هدف سجله